أطلقت بلدية منطقة المدام مبادرة نباتكم علينا، وهي مبادرة بيئية تسهم في تشجيع الأهالي على زراعة النخيل وتنبيتها بالشكل الصحيح لإكثارها، حيث وفرت فريقا مختصا للمبادرة لتنبيت النخيل في المنازل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. علاقة ابن الشارقة بأرضه علاقة لا جدال فيها، وهي كذلك مع أشجار النخيل التي لا تخلو منها الطرقات ولا المنازل. ومن هنا أطلقت بلدية منطقة المدام مبادرة نوعية بعنوان نباتكم علينا. أطلقت بلدية المدام هذه نباتكم علينا، هذه المبادرة للمساعدة للأهالي ولكبار السن والذين لا يوجد لديهم عمال في المنزل لتنبيت النخل، لزيادة العدد الإنتاج في المنطقة وجمالية المنظر العام. ولرصد جهود البلدية حرصت كاميرا أخبار الدار على متابعة ومرافقة أعمال تنبيت ورعاية أشجار النخيل في منازل أهالي المنطقة وسط استحسان كبير منهم. المبادرات اللي تطرحها كل سنة البلدية هي مو بغريبة عليهم في المنطقة، ولهم مبادرات كثيرة الصراحة، منها زراعة النخيل والحفاظ عليها في المنطقة وفي المساكن الشعبية وتزيين الشوارع بأشجار النخيل، ودعم الجمهور على زراعة مثل هذه الأشجار والحفاظ عليها. اليوم عيوننا البلدية وبادروا بتنبيت النخيل كلها الحمد لله، جزاهم الله خير من البلدية ومجلس بلدي وأهل الزراعة، حتى ما شاء الله النخيل اللي في الشارع منبتينها، جزاهم الله خير والحمد لله، أننا مستأنسين الحمد لله على المبادرة هاي الطيبة. وتمثل هذه المبادرة أحد الجهود التي تسعى من خلالها بلدية منطقة المدام لتقديم خدمات مجتمعية لأهالي المنطقة وتوفير كافة سبل الراحة لهم. هذه المبادرة تأتي لدعم الأهالي وتشجيعهم على زيادة المخزون الزراعي من النخيل في منازلهم وإبراز دور البلدية المجتمعي في مثل هذه المبادرات الجميلة. لأخبار الدار، سعود الكتبي من منطقة المدام بالمنطقة الوسطى.